قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه لاحظ حالة من القلق المتزايد على مواقع التواصل الاجتماعي لافتا إلى إيجابية مثل هذا الأمر. وأوضح الرئيس السيسي أن مصر حرصت دوما على لعب دور إيجابي بالمنطقة في الماضي وفي الوقت الراهن. يهمني أقول حاجة، أنا طبعا بتابع، يعني بيجيلي تقرير كل حاجة وبشوف بنفسي حتى بعض التعليقات وبعض مواقع التواصل وتفاعل شبابنا والناس، مش بس شبابنا الحقيقة. وبعدين اللي لفت نظري هو حالة القلق المتزايدة. حالة القلق يا دكتور مصطفى ايه؟ متزايدة. وانا اشارككم ان انتوا تبقوا قلقانين، وده ظاهرة ايجابية، بس انا دوري على ان انا اطمنكم. انا اطمنكم، مصر حريصة انها تلعب دور ايجابي جدا، على الاقل في الفترة، أنا عايز أقول عشان ما أكونش ظالم، خلال السنين اللي فاتت كلها حتى قبل أنا ما أكون موجود، كل اللي كانوا موجودين في الدولة كانوا حريصين أنهم يعملوا دور إيجابي في إطار فهم أن الاستقرار مهم جدا جدا لمنطقتنا ولدولتنا. فأنا عايز أقول أن نفس الخط إحنا ماشيين به، إحنا حريصين على الاستقرار وبنبذل جهد كبير جدا من أجل تحقيقه.